السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلميذ الأعزاء، سوف أقدم لكم نموذج أو امتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة الإعداد لدورة يونيو 2015 لجهة تسمسة. إذا بالنسبة للتمرين الأول، إذا استعمال المحسبة مسموح به. التمرين الأول، حل المعادلة 5x زائد 8 تساوي 2x موان 6. ثانيا، حل المتراجحة 4x ناقص 3 أكبر قطعا من 9 ناقص 2 x. ثلاثة، حل النظمة x ناقص 3y تساوي ناقص 1. 3x ناقص y تساوي 7. التمرين الثاني، يمثل الجدول التالي توزيع الاستهلاك الشهري للماء ل 30 أسرة. الاستهلاك الشهري للماء بالمتر كوب، عدد الأسر. حدد القيمة الوسطية لهذا التوزيع. ثانيا، احسب معدل الاستهلاك الشهري للماء لهذه الأسر. إذا تمرين 6 أو تمرين الثالث، 6 نقاط في معلم متعامل منظم أو إي جي. نعتبر النقاط A 0 ناقص 1 و B 1 ناقص 3 و C 1 4. أحسب المسافة بي سي. تحقق من أن النقطة M 5 على 2 ناقص 1 هي منتصف قطعة بي سي. ثانيا، ألف أنشئ النقاط A و B و C و M في المعلم المتعامد ومنظم. ب، بين أن ميل المستقيم AB هو ناقص 2. 3، ألف بين أن المستقيم AC عمودي على المستقيم AB. ب، حدد المعادلة المختصرة للمستقيم AC. رابعا، نعتبر الإزاحة التي تحول النقطة B إلى النقطة M. أنشئ النقطة F صورة النقطة A بالإزاحة T في نفس المعلم OEG المتعامد المنظم. ب، بين أن المستقيم MF هو واسط القطعة AC. جيم، حدد إحداثيتي النقطة F التي هي صورة النقطة A بالإزاحة T. إذا التمرين الرابع، أولا، F دالة خطية تمثيلها المبياني D في معلم متعامل منظم أو جي يمر من النقطة E 2 ناقص 1. ألف أنشئ D اللي هو تمثيل المبياني للدالة F. ب، حدد F 2 ثم حدد صيغة الدالة F. ثانيا، جيم دالة تألفية معرفة بصيغتها جي دو إكس كتساوي 3 إكس موان 7. ألف حدد جي دو 2 يعني صورة العدد 2. حدد العدد الذي صورته 2 بالدالة جي. جيم، أنشئ دلتا التمثيل المبياني للدالة جي في نفس المعلم أو إي جي. التمرين الخامس، الهندسة الفضائية، 3 نقاط. S A B C D هرم قاعدته المربع A B C D وارتفاعه S A بحيث A B تساوي 3 سنتيمتر و S B تساوي 5 سنتيمتر. إذا كما يبين الشكل جانبه. ألف، بين أن S A تساوي 4 سنتيمتر وأن حجم الهرم S A B C D هو V يساوي 12 سنتيمتر مكعب. ثانيا، نعتبر نقطة E من الارتفاع SA يعني القطعة SA بحيث EC تساوي 2.4 سنتيمتر. المستوى المار من E هو الموازي للمستقيم أو الموازي لمستوى ABC يقطع SB و SC و SD على التوالي في النقاط G و K و L. ألف، بين أن EG يساوي 1.8 سنتيمتر. ب، أحسب V' حجم الهرم المصغر EG
كال التمرين السادس 1.5 نقطة على شكل مسألة. قررت جمعية لتدبير وترشيد استهلاك الماء الصالح للشرب بإحدى القرى تخصيص 20 درهم واجبا درهما واجبا شهريا ثابتا لكل منخرط بالإضافة إلى احتساب ثمن 6 أمتار المكعبة الأولى من الاستهلاك الشهري ب 4 دراهم لكل متر مكعب، ثم احتساب ثمن الأمتار المكعبة الموالية من الاستهلاك الشهري ب 9 دراهم لكل متر مكعب. لا يستطيع أحد المنخرطين دفع أكثر من 80 درهما في الفاتورة الشهرية لاستهلاك الماء. ما هو المقدار أو ما هو مقدار الاستهلاك الشهري بالمتر مكعب الذي ينبغي أن لا يتجاوز هذا المنخرط؟ إذا نتمنى أنكم تنجزوا هذا الامتحان الجهوي الموحد كاستعداد للفرض الثالث وكذلك الموحد الجهوي. وشكرا على انتباهكم وإلى اللقاء في فرصة قادمة بحول الله.